مرحبا بكم مرة أخرى، أسعد الله أوقاتكم جميعا. الجزء الأخير من هذا التشابتر، الجزء الخامس، نتحدث عن نون نيوتريشنال أنيميا. نتحدث هنا في هذا الجزء نون نيوتريشنال أنيميا، الأنيميا التي ليست لها علاقة بالتغذية. سبورتس أنيميا، في عنا في نوع من الأنيميا اللي فقر الدم الرياضي، وهذا طبعا فقر دم عابر هايبوكروميك مايكروسيتيك ترينجنت انيميا، فقر دم عابر مجهري نتيجة طبعا الخلل من الرياضة واستنفاد الجسم للمخازن. طبعا هذا بيكون احيانا بشكل مؤقت. انيميا اوف بريجننسي ديليوشنال، ممكن يكون فقر دم الحمل، وهنا بتزول بعد زوال المسبب. طبعا عشان هيك ملهاش دعوة في التغذية، فالحمل هو اللي عمل المشكلة وهنا الرياضة اللي عملت المشكلة. فالتعديل في هدول الجزئين يعني بيعمل وقاية نوعا ما من الخلل. Anemia of inflammation, infection or malignancy, Anemia of chronic diseases، هنا عاد بيختلف الموضوع. هان في فقر الدم المتابع للأمراض المزمنة اللي بيصاحب مثلا الالتهابات المزمنة أو الأورام، malignancy inflammation، التهابات اللي بشكل عام والعداوة. فهنا بصير بالتالي الأنيميا بشكل مزمن، فعشان هيك بتلاقيها مصاحبة دائما للكرونيك ديزيز، وهي كمان بتصير كرونيك. سيكل سيل أنيميا، فقر الدم المنجلي، أيضا من الأنيميا اللي ملهاش دعوة في الغدة والثلاسيميا. سبورتس أنيميا نتكلم عنهم، ترينشنت عشان هيك بتكون عابرة، زي ما نقول احنا usually on athletes who are runners from comparison of RBCs in feet until they burst releasing hemoglobin. فعادة في الرياضيين العدائين اللي هم بيجروا المسافات الطويلة، from compression of RBCs in feet until they burst، هنا ضغط خلايا الدم الحمراء في القدمين، طبعا عشان بيستخدم القدمين بشكل عام، وبتلاقي الحركة مركزة في القدمين، من حتى انه يصير انفجارات في الخلايا هاي، في الخلايا طبعا الدم الحمراء نتيجة استخدام القدمين بشكل يعني بيستنزف الطاقة، وبالتالي الهيموجلوبين بيصير موجود في البلازما بشكل أعلى من الطبيعي نتيجة انفجار هاي الخلايا. تشيك لاب فاليوز، تحقق من قيم المعدلات في المختبرات، طبعا هان بالمتابعة المستمرة بكون أنا عارف إنه السبورتس نوعا ما الرياضة هاي أو الجزء الرياضي هاي كان فيه سبب. وطبعا لما بيهدأ اللاعب وبيعوض الخلل بتختفي هاي الأنيميا. Counsel about a proper diet، هنا بيحتاج للتغذية زي ما في تغذية الرياضيين اللي هم بروتوكول كامل بالنسبة لهذه المتابعة. سيكل سيل أنيميا، تركيبة الهيموجلوبين هنا في الخلايا اللي هو فقر الدم المنجلي، defective hemoglobin synthesis، فتركيب الهيموجلوبين هنا بيكون إيش في مشكلة، بينتج من خلايا الدم على شكل منجل red blood cells sickle shape that gets caught in capillaries and do not carry oxygen، اللي بتعلق هنا في خلال مشيها في الشعيرات الدموية وما بتحملش أكسجين بشكل كافي. The disease is usually diagnosed toward the end of the first year of life، بعد نهاية السنة الأولى من العمر، على بداية السنة الثانية من عمر الأطفال بيبدأ تبين المشكلة. طبعا العلامات الظاهرة للسيكل سيل أنيميا بتكون موجودة في أواخر السنة الأولى من عمر الأطفال. Be careful not to overdo iron in diet or supplements، يجب الحرص هنا على عدم المبالغة في أنه نعطيه حديد بشكل مكثف في النظام الغذائي
ليش؟ لأنه الحديد stores are often high، مخازن الحديد دائما عالية بتكون due to frequent transfusions، من خلال التركيز على إعطاء الحديد اللي كان موجود على هيئة دوائية أو حتى غذائية. هنا avoid iron rich foods، لازم نحن نتجنب إعطاء هؤلاء الأطفال أو الناس اللي مرضى بسيكل سيل أنيميا الغذاء الغني بالحديد، يعني ممنوع يأكل الشغلات اللي فيها حديد كتير، ممنوع كمان الأسكوربيك أسيدز which enhance iron absorption، وفيتامين سي طبعا هان حمض الأسكوربيك اللي بيعزز امتصاص الحديد. Promote foods high in copper، يعني لازم نعزز الأطعمة الغنية بالنحاس والزنك والفوليت أيضا، مع أنه زيادة الاحتياجات اللي بتصير بسبب as needed increased due to constant replacement of erythrocytes، بسبب الاستبدال المستمر لخلايا الدم الحمراء. احنا عارفين دورة خلية الدم الحمراء 120 يوم في الدورة الدموية أو الدورة الحياتية في الجسم 120 يوم خلية الدم الحمراء، فالريبليسمنت هذا بيحتاج لزنك وفوليت وبيحتاج لنحاس. زنك سبلمنتس may be useful، ممكن أنا أدي الزنك على هيئة الحبوب أو الأدوية، وهذا بيكون بشكل كتير ممتاز في التعويض لسيكل سيل أنيميا. الثلاسيميا، في حالة الثلاسيميا من المهم إنه نكون عارفين إيش المسبب للثلاسيميا. Severe inherited anemia affect most people of Mediterranean extraction، طبعا هنا العرق اللي بيعيش في الميدل إيست أو البحر المتوسط، حوض البحر المتوسط بتنشهر، هي اسمها أصلا من أحد مسمياتها أنيميا البحر المتوسط، وهي بتكون نوع من الوراثة أيضا. Severe inherited defective globin formation in hemoglobin leads to increased blood volume، يكون في خلل هنا في الديفكت تبع بروتين الجلوبين نفسه، فالجلوبين formation في تركيبة يعني بروتين الجلوبين نفسه، ما هو الهيموجلوبين هيم وجلوبين، فجزئين، فجزئية الجلوبين بيكون فيها ديفكت، وهذا يؤدي إلى إيش؟ لارتفاع الفوليوم تبع الدم في الجسم، يعني blood volume، يعني بيكون طبعا عارفين إحنا الفوليوم تبع الدم الطبيعي من 5 لتر ل6 لتر، فبيطلع فوق ال6 لتر بيصير إيش؟ أكتر في دم بشكل أعلى. splenomegaly بيصير هنا تضخم في الطحال، bone marrow expansion تمدد أو تموع في نخاع العظم، facial deformities بيكون فيه هنا خلل في تكوينات الجلد، facial يعني superficial بيكون الجلد حتى في يعني أشكال أو خلل في التركيب أو التكوين أو المظهر. osteomyelitis bone changes يكون هنا في الخلل في ايضا في العظام وبنيه العظام. iron build up due to transfusion required chelation therapy to remove excess iron، فبيكون في هنا في العلاج او بروتوكول العلاج تبعه انه يشيل الحديد من الدم، زي فلتر على الدم انه ايش يشيل الحديد منه، حتى انه لو دينا ترانزفيوشن دم للناس اللي محتاجة الوحدات هاي يكون خالية من الحديد. فعشان هيك الايرون بيلد اب اذا ما فلترناش الحديد بيعمل الثلاسيميا ومشاكل الثلاسيميا. ميديكال نيوتريشن مانجمنت اوف انيميا، شو بنعمل احنا ادارة في التغذية او حتى الطبية. It is important to be familiar with the etiology and treatment of nutrition and non-nutrition. أهمية هنا كتير إن نكون على دراية بمسببات وعلاج هذا فقر الدم اللي له علاقة بالغذاء واللي غير غذائي.
العديد هنا من أسباب فقر الدم مننا نيوتريشنال أنيميا اللي لها علاقة بالغذاء له آثار غذائية. من المهم أنه نشخص المرض صح، دايجنوز يعني بالكابيتال، نشخص صح قبل ما نخش في علاج الأنيميا مع مكونات غذائية، في سواء كان هذه له علاقة بالنيوتريشن أو نون نيوتريشن ثيرابيز. فقبل ما أنا أديله أدوية اللي هي ميديكال اللي هي نون نيوتريشن ثيرابيز، أو حتى أديله نيوتريشن ثيرابيز، قبل ما أوصف البرنامج لازم أعرف المكونات تاعت البرنامج بناء على الدياجنوسيس الصح لكل أنواع الأنيميا اللي ما إلها علاقة بالغذاء أو ليس لها علاقة بالغذاء، حتى أكون أنا حذر من الوجبة أو البرنامج أو الدايت بروجرام اللي أنا لازم أديه للمريض، مش أنا أضره بزيادة وأنا مش عارف. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع ودوام الاشتراك في قناة اليوتيوب. لا تنسوا تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد في العلوم. تحية لكم مني وإلى اللقاء في محاضرة أخرى إن شاء الله.